أمهات الشهداء وأهل الشهداء بشكل عام، يعني مش عايز أقول بس أمهات، أمهات وأباء وزوجات وأباء الأطفال الصغير اللي راحت، كل دول أنا قلبي معهم، وأي حاجة بتتعمل لهم النهاردة أنا بقلبي بقول لهم أنا حاسة بيكم وحاسة باللي أنتوا بتعانوه. النادي الأهلي لما يعمل ده يبقى زي ما قلت بالظبط، إن كلمة أهلي لازم الأهل يواسوا بعضه، فهي مواساة من الأهل إلى أمهات وعائلات الشهداء. حكاية إن أنا أفضل أقول إن مصر بلد الأمن والأمان، هي فعلا كده. أنا مش مضطرة كل شوية أقول الكلام ده، لأن مصر فعلا بلد الأمن والأمان. تعال وريني أي بلد في العالم بنسهر فيها برا ونرجع وإحنا مش خايفين. أنا في مصر هنا بخرج بروح أشتغل، برجع متأخر قوي قوي من شغلي، ماشية حاسة الناس كلها بتحبيني، الناس كلها مساعدة تساعدني، الناس كلها ممكن تقولي لو محتاجة حاجة أعملها لك، مش عشان أنا رجاء جدا لا، ولكن ما فيش بلد في العالم لو أنت وقعت في الشارع حد هيقف جنبك يقول لك سلامتك. إحنا المصريين بنعمل كده، لما بتخش على حد في مصر هيقدم لك آخر لقمة ببيته، هيقدم لك آخر كوباية شاي في بيته، آخر معلقة سكر. برة محدش بيعمل ده، لكن مصر بتعمل ده. مصر حلوة، مصر فاتحة ذراعاتها للناس كلها مستنيه انكم تيجوا وتترموا في حضنها، حضن دافي بيحب الناس كلها وبيحب الخير. تعالوا مصر هتتبسطوا قوي. انا لسه راجعه من الغردقه على فكره، واشغال الاوتيلات وصل 90%، حاجه جميله جدا جدا جدا. اسوان كنت بحجز لبنتي بصعوبه لقيت اوضه في اسوان، في ناس كتير قوي، في سياح كتير قوي جم، لسه طبعا ما اتفتحش الخط بتاع روسيا، ان شاء الله هيبقى كتير قوي. مصر امان، مصر بلد الامن والامان فعلا، من غير ما افضل اقول وتشدق بالكلمات، لكن هي كده طول عمرها ارض امنه. لما بيجي لك النهارده نجم او شخصيه عامه ويجي مصر يقول انا حزين ان الزياره خلصت، انا كنت عايز اقعد اكتر من كده، طبعا دي دعايه كويسه قوي قوي قوي. ويعني حتى في نجوم نجوم في المهرجان، مهرجان السينما في الاخرين 39، كانوا مسافرين زعلانين ان الزياره خلصت لان كانوا فعلا مستمتعين في مصر.